مساء النور، أنا عبد الرحمن، طالب طب بجامعة الكوفة، بعد مرحلة ثانية. قبل جامعة الكوفة خضت تجربة كان بها الكثير من الفشل، كان بها عقبات معينة، مطبات معينة خضتها قدرت أتجاوزها. والآن أنا طالب راح أروف، يعني بعد اليوم تاريخ تقريبا على ما أعتقد 24/9، فراح أروح إن شاء الله السنة الجاية اللي هي هاي، باقي 6 أيام تقريبا راح أداوم سنة ثانية، مع إنه زملائي الآن بنفس هذا التوقيت تقريبا راح يداومون سنة سادسة. يعني أنا متأخر 4 سنوات، عمليا هي 4 سنوات متأخر عن أقراني. أوكي. بالنسبة للطلاب اللي ما توفقوا وما نجحوا هذه السنة، فأنتوا خسرتوا سنة. خلوا هاي خسارتكم، أو خلوا الربح أكثر من الخسارة، بحيث أن هذه الخسارة أتهمكم. إحنا يعني بشكل عملي، الإنسان العملي المفروض يفكر بالمشكلة وحلها، مو فقط يفكر بالمشكلة. احنا ندرس المشكلة، نعرف المشكلة انه شنو اسبابها، يعني المشكلة تفكير بالمشكلة، انه نعرف ان عنده اسباب المشكلة، ليش صارت هاي المشكلة، هل انا الانسان الوحيد اللي تصير له هيش نوع من المشاكل، هل انه اكو ضغوطات نفسية والى اخره. انسان يدرس المشكلة، بعد دراسة المشكلة المفروض عمليا يبلش بحلها. اذا ظلينا نقعد ونبتي ونتأذى وإلى آخره، ونأذي أنفسنا بأنفسنا، ما راح تنحل، ما راح ينحل شيء، عمليا ما راح ينحل شيء، ما راح ينحل أبدا. أنا وقت السادس علمي، أدت السادس ما جبت المعدل اللي أريده، ما جبت 99 مثل ما أنتوا جبتوا 99. بالنسبة لطلاب الطب جابوا معدلات 99، أنا ما جبت 99، أنا جبت 91. 91 ما تأهني لدخول كلية الطب أبدا، ولا بأي شكل من الأشكال، إلا إذا سافرت. رحت سافرت، طبعا قبل لا أسافر قعدت سنة بالبيت. السنة كانت مأساة، إنه تقعد أنت سنة بالبيت وشو بتسوي؟ وشو بتسوي؟ الطلاب يداومون بالجامعات وأنت قاعد بس بالبيت، الطلاب كانوا حياة اجتماعية أنت قاعد بس بالبيت، أو بعدها تروح تسافر كلك طموح وأمل، كلك اندفاع. طبعا انا بعد 2 سنين بالسادس وسنة قاعدة بالبيت، فاكيد اروح كلي اندفاع وطموح، اوكي، الى البلد اللي اختارته حتى ادرس فيه الطب سنة واحدة، وبعدها ارجع احول الى العراق، انقل الى داخل العراق. هذا كان المخطط بالنسبة لي. رحت بهاي السنة وعانيت هواي من الفشل صراحة. يعني اول اسبوعين كان بالنسبة لي ضغط، وقلت انه اول اسبوعين اوكي، انه صار لي سنة تقريبا ما منتمي لأي مدرسة او جامعة لأول مرة بحياتي، منذ ان كنت بالاول ابتدائي، لحد ما دخلت باول سنة بالجامعة اللبنانية. اني ما تارك ولا سنة غير بس هي هاي السنة، فلأول مرة انه اني اترك سنة كاملة اقعد بها بس بالبيت. فدخلت طبعا جامعة، قلت انه اول اسبوعين مشكلة، يمرن شلون يمرن. كنت اضغط على نفسي بشكل جدا رهيب، لدرجة انه اول ما ارجع من الجامعة مباشرة رأسا كتبي وقعد ادرس، حتى ما اسوي اكل اتصل بالدليفري يجيبوا لي اكل البيت، واضل اقرأ الى ان اتعب، لدرجة انه بعض المعلومات ابدا ما تدخل، وانا اقعد ثاني يوم وهكذا 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 وهكذا. تعبت نفسيا وفكريا وجسديا، لكن كنت اضغط على نفسي اريد اطلع ناتج وما طلعت. اللي صار شنو، انه بعد مرور تقريبا شهر على هذا الروتين، تقريبا شهر، شفت انه يعني اني وين وطلاب اللبنانيين وين، اني غير، هم متفوقين علي بهواية، على الأقل إن الإنجليش مالتهم قوي، الإنجليش مالتي ضعيف.
ولساني أتذكر صراحة أنه كان عندي البلكونة مال غرفتي وطلعت من عندها هيجي وقلت أنا من قد هذا الطريق أنا ما نافع لهذا الطريق، هذا الطريق أكبر من عندي. إيش قلت بيني وبين نفسي؟ وظلت هاي الفكرة مسيطرة لفترة. طبعا والدي كان إلى دور أنه اتصل بي، يعني أنا صراحة بالأول تواصلت وياه وقلت له يشوف إيش الحالة، فتواصل وياي وقال لي أنه يعني أنت أخذ من هاي الجامعة اللي تاخذه، وإذا ما قدر لك روح الجامعة ثانية. فالمهم أنه ما طول عليكم، لأن القصة أنا مسولفها كاملة بفيديوهات، في أحد الفيديوهات، وأساسا أغلب أصدقائي اللي قاعد يشوفوني يعرفوها. فالمهم أنه رحت، يعني ضليت أنه خلال هاي السنة أنه هاي الفكرة مسيطر علي أنه أنا مو قد هذا الطريق. بعدين خلال السمستر الأول مشيت بالموضوع، شفت لا أنه أنا عندي إمكانيات أتفوق على اللبنانيين بشكل كبير. واحدة منها بس واحدة منها أنه أنا مصر أريد أدخل كلية الطب بأي شكل من الأشكال. مصر أنه أنا أريد أجعل من الطب وطريق حياتي. مصر عدت سنة بالسادس وقعدت سنة بالبيت وسافرت حتى أدرس الطب، حتى أحاول أنافس. على فكرة هي السنة الأولى الجامعة اللبنانية كانت منافسة على امتحان، يعني منافسة دخولي. هي مو فقط أنه رأساً أول ما دخلت راح أكون طبيب، لا راح أكون طالب طبيعي، يعني لا، أنه أكو سنة تحضيرية، بعد هاي السنة التحضيرية أكو امتحان، بعد هذا الامتحان يا تدخل يا ما تدخل. وكان ضغط نفسي أكثر بكثير من السادس، أكثر بكثير. وقعدت بين نفسي أفكر بهاي النقاط، فقلت أنه أنا أفضل من ذولا بهواية. ليش؟ لأنه أكو كثير من الطلاب بعد مرور الشهر شهرين طبعا حيقلون الدفعة اللي وقتها، طبعا هو أكو إنجليزي وفرنسي، الإنجليزي والفرنسي اثنينات 2500 طالب بسنة أولى الجامعة اللبنانية كلية العلوم اللي هي تعتبر سنة تحضيرية لكلية الطب، 2500 طالب. بدأوا يقلون شوي، يقلون يضمحلون، منهم اللي يروح يحول اختصاصه، منهم اللي يكتشف انه هو فشل وخلاص وينتظر يرجع يقدم مرة ثانية، منهم اللي يروح الجامعة ثانية، منهم إلى آخره. فاكتشفت انه اني لا، عندي اسرار وهم ما عندهم اسرار، وهذا الاصرار نفسه هو اللي خلاني اوقف اليوم قدامكم واسجل فيديو بقناة Studies Alive، اللي هي القناة اللي سويتها بسبب انه انا عندي هذا الاصرار، بسبب انه دراسة وتعب ودخولي لكلية الطب. بعد السنة اللي بعدها دخلت الى كلية الطب جامعة بيروت العربية. دخولي لكلية الطب جامعة بيروت العربية كان مستند بشكل اساسي على ادائي بالجامعة اللبنانية. الجامعة اللبنانية بصراحة ما توفقت، ولكن بالنهاية كونت معلومات. فشلت للمحاولة الثانية، المحاولة الثالثة بشكل فعلي. المحاولة الأولى كانت بالسادس العلمي سنة أولى أنه أنا أريد أدخل كلية الطب. المحاولة الثانية كانت بالسنة الثانية. المحاولة الثالثة كانت بالجامعة اللبنانية وفشلت بيها، فشلت. ولكن لما رحت جامعة بيروت، جامعة بيروت أيضا عندها امتحان دخول، ولكن ما طالب طلابها بسنة تحضيرية، فمجرد أنه امتحان دخول وتدخل. فامتحان الدخول كان صعب، اسمعوا علي. ليش؟ لأنه أنا درست بالجامعة اللبنانية، درست فعليا، فلما رحت أمتحن أنه امتحان الدخول كان سهل علي، الطلاب اللي وياي كان بالنسبة لهم صعب. بنيت نفسي، فشلت بالجامعة اللبنانية، بس نجحت بهذا، بامتحان الدخول هذا. امتحان الدخول هذا مو بالسهل، مو بالهين، وبدليل انه كانت اكو طالبة بالجامعة اللبنانية كانت وياي، عايدة السنة اللي اندرس بالجامعة اللبنانية هي عايدتها اصلا، وكانت من طلاب ينظرولهم، يعني طلاب البقية متفوقين ويعتبروهم انه يعني يعتبروها انه هي يعني متفوقة والى اخره.
راحت لجامعة بيروت ما توفقت. أنا نجحت امتحان الدخول ودخلت كلية الطب وهي ما دخلت. فالامتحان ما كان سهل، كان مقدمين 600 طالب انقبلوا 120 طالب. فبجامعة بيروت دخلت والحمد لله توفقت، وبعدها نقلت إلى جامعة الكوفة. لما نقلت كانوا زملائي اللي كانوا وياي بسنة أولى طب هم كانوا مرحلة خامسة. لما أشوفهم أنه هم مرحلة خامسة وأني مرحلة أولى، وسهلة أبدا. تعرفون أنا دائما أشبه العودة يعني لكلية الطب جامعة الكوفة بعد كل هاي السنوات، شنو شايف؟ أنه أنت تريد تفتح الباب وتريد تطلع تشوف حياتك، يجي واحد يضربك ويدخلك، يجي يدفعك ويدخلك. كانت بالنسبة لي هيك، ما كانت سهلة أبدا سنة أولى طب جامعة الكوفة، ما كانت سهلة. ليش؟ الضغط النفسي اللي كان علي، إنه يعني أنا بعد سنوات هاي كلها ومواليد 96 وإلى آخره، وأقراني سنة خامسة وأنا أرجع سنة أولى، أرجع إنه راح أرجع. أنا كنت أسأل نفسي هذا السؤال يعني كثيرا قبل أن أداوم بجامعة الكوفة، وقبل أن أنقل، قبل أن أفكر بالنقل، وحتى خلال السنة، حتى خلال السنة الأولى. إنه أنا سنة أولى، يعني هسه من يسألون عبد الرحمن شنو سنة أولى، أي شنو سنة أولى؟ كنت أستصغر هذا المكان، أستصغر هذه المرحلة الدراسية بشكل فعلي. هو هذا اللي صار وياي، ولكن مشيت بالموضوع، جاوزته الحمد لله، نجحت في السنة الأولى من الدور الأول. هو كان المفروض أنجح، ما كان المفروض ما أنجح، الحمد لله نجحت. بس علمت هواي شغلات من خلال كل هاي التجارب. تعلمت أنه لما تجي لحظة الفشل استغلها، استغلها لحظة الفشل بالجامعة اللبنانية. لو ما كنت مستغلها ما كنت دخلت جامعة بيروت. بالجامعة اللبنانية والدي خلاني أمام خيارين، قال لي بشكل فعلي خيار، هذا الخيار كان موجود، ولو متخذ هذا الخيار كان جدا صعب، اللي هو عندك طريقين، يا أما تكمل بالجامعة اللبنانية، يا أما تأخذ جنطتك وجوازك وتجي للعراق، وبلاها السفر وبلاها لبنان وبلاها كل هاي الأمور. ستريون الصراحة لما واجهت هذا الفشل فكرت بشكل جدي أنه أنا ألم أمتعتي، أجيب أمتعتي وأن أرجع. بعدين صراحة أنه وقتها، صراحة أنه يعني وقتها أنه كان وضعي صعب، بلحظة كان وضعي جدا صعب، كنت فكرت بشكل جدي أنه أرجع. فكرت بشكل فعلي أنه أروح أحجز، أريد أنزل أروح أحجز وأرجع، أحجز بالطيارة وأرجع. فنزلت أنه أتمشى وقتها، يعني أنه صراحة أنه يعني أنا عندل يعني أنه بعيد، يعني وكان مكتب السفريات بعيد، فلازم أركب سرفيس وكذا وأروح. وقتها ما أركب السرفيس، قلت خلي أتمشى هسه، إذا يعني لما أتمشى شوية. أنا صراحة ما كنت عندل الطرق حتى، بس أنه أدري أنه هو بفلان منطقة وعنوانه كذا، فأسأل وأمشي. فأنا قاعد أمشي فكرت بشكل فعلي، قلت انه اذا رجعت هسه يعني ما كطب، يعني انت او اني خيرت نفسي اروح طب. لو ارجع للقبول اللي طلع لي بجامعة الكوفة اللي هو كلية هندسة، شو اسوي؟ اسأل نفسي شو اسوي، شو المفروض اسوي؟ والدي يقول لي ارجع، اساسا اني ما اريد اكتب قبل لبنان لانه انا اشتقيت لك، اني ما اريد واحد من ولدي بعيد عني. هذا كان يمكن التفكير اللي بباله، والتفكير اللي بباله أيضا أنه أنت صرت طبيب ولا ما صرت طبيب، أنا ما رح يفرق ويا شيء، بالنهاية أنت طبيب أو مهندس، أنت تبقى ابني يعني. فصراحة أنه فكرت كثيرا ورجعت. والمشكلة تعرفون وين؟ المشكلة أنني مشيت هواية، صراحة مشيت هواية لما وصلت لي هاي الفكرة، ما وصلت لي من وقت، واضطرت أرجع بنفس الطرق وتعبت. هي هاي فعليا اللي صار، مشيت هواي. فلا تمشون هواي حتى تفهمون إن لازم تكملون، لا تمشون أبدا هواي،
يكفي خطوتين وارجعوا، خطوتين وارجعوا، حتى تبينكم انه الطريق اللي انتم بيه اذا ما كملتوه يمكن تروحون تفتحون طريق ثاني وهم تفشلون. ما الفشل موجود بكل الطرق الموجودة بالحياة، الفشل موجود بكل شيء، الفشل بالعلاقات الاجتماعية، الفشل بالدراسة، الفشل بالعمل، الفشل بهواي نقاط موجودة. فلا تصيرون مثلي وتمشون خطوات هواية بالشارع تضطرون ترجعون هاي الخطوات كلها. ما مشيت هواية لا تمشوا قليل، امشوا قليل، خلوها خطوتين وترجعون. ترجعون لوين؟ ترجعون تدرسون أحلامكم وأهدافكم وطموحاتكم للمستقبل. تستحق. شو يصير يعني بدل أن تصير كلية الطب 6 سنوات تصير 7 سنوات؟ خلها تصير. بدل أن تكون كليتك 4 سنوات خلها تصير 5. تصير 5 وأنت تعلمت إنه الفشل هو طرق من طرق النجاح. أنا بهاي السنة فشلت. شنو سبب الفشل؟ أدرس سبب الفشل وأمشي، أتعلم أعرف شنو هو بالضبط، شنو سبب الفشل حتى بعد ما يتكرر. يمكن أساساً أنه من مصلحتك أنه فشلت هسة حتى تتعلم من البداية، تعلم من البداية أنه شنو هو الفشل حتى ما يصير عندك بعد أصلاً. أنا بالنسبة لي بعد هاي التجربة اللي مريت بيها أنه راح أتابع طريقي وبكل قوة، كل قوة زاد تمسكي. كل مرة كل مرة الحياة تقول لي ارجع لورا، أنا ازداد تمسكي بالتقدم. كون عنيد، كون عنيد. الحياة تريد الواحد العنيد، الطموحات الطموحات العالية تريد واحد عنيد، تريد واحد انه بسهولة ممكن يغير قراره، بسهولة ممكن ينسى انه هو هذا طموحه وهو هذا اللي يريده بسهولة، أحسن يتخلى. لا تكون الشخص اللي يتخلى بسهولة، كون الشخص العنيد، شخص عنيد. العند، العند بهذا بهاي النقاط جدا جميل ويعطي إبداع عالي، كون عنيد. أتمنى صراحة إنه أتمنى من عندكم إنه تأخذون وجهة نظري بنظر الاعتبار وتبلشون بشكل فعلي بحل هذه المشاكل والتقدم والمضي إلى الأمام. تنسون هاي الأفكار السلبية ورا ظهركم، تنسون فكرة إنه أنا ما أريد أعيد، أنا ما أريد هسة أكون بنفس المرحلة اللي كنت بيها العام. لا، أقول قول بدل هذا، قول أنا ما أريد أفشل الوصول إلى الحلم اللي أنا كنت مخططه، وإلا فسوري جدا من عندك، بس أنت ما تستحق هاي الأحلام أبداً لأنه أنت ضحيت بها بسهولة بأول مطب ضحيت بها. فأثبت بالأول لهذه الأحلام ولهذه الطموحات أنه أنت تستحقها حتى بالنهاية تحصل عليها. That's it. شكراً جداً، وأتمنى هذا الفيديو على الأقل ولو غير من فكرة برأسكم، وأتمنى إن شاء الله بالمستقبل أن تتوفقون وتكونوا الأفضل وأفضل وأفضل دائما، أفضل وأفضل وأفضل دائما، كل فترة تمر عليكم إن شاء الله تكون أفضل من اللي قبله. نلتقي إن شاء الله في فيديو آخر.